هو بجيب عندي نص كيلو من البطاطس، بقطعها مكعبات واسلقها ونحط عليها شويه ملح، شويه نشا وذره، ذره اصفر، دي ذره اصفر يعني، ومعلقتين نشا وشويه ملح. وبعد كده بنبدا نعمل لها صوص، شويه زيت زيتون، ثوم، ده اللي هو الفلفل الحامي اللي هو التشيلي فليكس، وعندنا شويه من العسل ابيض معلقتين، ومعلقتين اتنين من الصويا صوص، وبعد كده عندنا فلفل اخضر رومي هقطعه عندي مكعبات. تمام، ده بالنسبه للبطاطس المتبله اللي احنا هنبدا نشتغل بيها دلوقتي، وان شاء الله تعجبكم جدا. اول حاجه بنبدا ناخد عندنا البطاطس اهيت، ونبدا بعد ما نتسلق على طول نقوم حاطينها هنا، واقوم حاطط عليها يعني معلقه كبيره كده من دي الذره الاصفر، بسم الله، معلقه دي كبيره من دي الذره الاصفر حطينا عليها. بعد كده بقوم حاط عندي معلقه كبيره من النشا، بعد كده قطع عندي شويه من الملح، شوية فلفل مش كتير طبعا الفلفل لما اجي احطه مع البطاطس المهروسة عشان ما يغمقش ليا الايه الحاجة ويغمق ليا البطاطس، ونهرس الكلام ده كله مع بعضه. خلي بالك عشان ايه، لسه هبصمها بالشوكة وهروقها ان شاء الله دلوقتي دون اضافة اي حاجة تانية. ما ينفعش انا اضيف كريمة او زبدة، لان الحاجات دي الكريمة والزبدة دول لو هنعمل منهم الماش بوتيتو، لكن انا لو هعملها بطاطس زي اللي انا هعملها ديت عشان لسه نازلها الصوص، فمحتاج ان هي تبقى متماسكه، عشان كده اديت لها نشا واديت لها ايه دي قدره اصفر. نديها كمان شويه كده بالهراس، احاول انعمها على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين كده اهو. طيب بعد كده بنقوم واخدينها ونقومنا ايه وناخدين قطعة قطعة منها كده، ونبدأ نلفها ونبططها كده حاجات بسيطة. محتاجة ان انا اجيب ايديا تبقى فيها شوية مية صغيرين، تمام كده. هتقوم بططاها كده تبطيطة بسيطة. ليه بقى تبطيطة بسيطة ديت؟ عشان بنجيب عندنا شوكة بقى نعلق دلوقتي على الصوص دلوقتي، يبقى الفكره بس عندي كده اهوت الشوكه بجيبها كده وبنبدا نبصم بيها، البطاطس كده، وبعد كده بنقوم ايه سايبينها دلوقتي. نروح عندنا على طاسه عندي على النار، شوية زيت زيتون، بعد كده بقوم واخد عندي الثوم المفروم، حمص شوية الثوم دول، نكون جايب الفلفل الحامي بتاعنا برضو اللي هنشتغل بيه، ومعلقتين اتنين الصويا صوص الفاتح او الغامق، الاتنين يشتغلوا معاكي بس الغامق طبعا احلى، مع معلقتين اتنين من العسل الابيض. اللي عنده صوص محار يشتغل بيه، يشتغل معلقتين اتنين، تطلع طعم البطاطس ديت حته تانيه خالص. لو مفيش يبقى صويا صوص مع عسل ابيض. ادي التوم، صوص المحار موجود كل الرف كلها، تلاقيها بتاعت الصويا صوص، وتلاقي علب صغيره وعلب كبيره عشان بس الاسعار وكده،
هتلاقي من الحاجات ديت منها كلها دلوقتي، كل الشركات اللي كانت بتنزل حاجه نص لتر والحاجات الكلام من اللي انتوا شايفينه ده، بقى دلوقتي بينزلوا حاجه 150 جرام و200 جرام، ودي حاجه كويسه جدا. كنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، ان الحاجه المكميات بتتعمل لاحجام صغيره زي السمنه وزي الزبده، فكله دلوقتي عمل الاتجاه ده، بدا يحط الحاجه بتاعته في باكنج يكون صغير. ولكن على قد الشركات على قد ما تقدر تبدا اللي هي تخفض شويه من لان التغليف ده بياخد فلوس كتير، فاهم ازاي؟ فده مهم، بس هو في الاول في الاخر هو بيبقى له مواصفات قياسيه عشان يشتغل عليها عشان الحاجه ما تفسدش، لان كل ده في الاول في الاخر هو اطعمه بيحطها وتبقى محفوظه، فبيبقى لها مواصفات معينه. بنتكلم ليه؟ عشان الحاجه الكبيره او الكميات الكيلوهات وال2 كيلو تبقى اسعارها طبعا خزعبليه. يعني ده التوم بعد ما يتحمص معايا، ثانية واحدة، هو واخد عندي شوف الفليكس ده اهو اهو، او الفلفل الحامي، وحمصه كده مع التوم ماشي. اوبا الروايح صويا صوص، وعلاية عسل ابيض، واربط لي الكلام الجميل ده هو. بعد كده هو بنقوم ايه موطى عليها النار خالص، ميه سخنه شغاله، نقوم واخدين عندنا البطاطس اللي احنا حاطين فيها النشا وحاطين فيها دي الذره الاصفر، نقوم حاطينها في ميه سخنه بس يا دوبك انا هحطها واقوم شايلها على طول، ودي تديها نعومه اكتر وتخليها تبقى متماسكه اكتر. تمام اهي، نزل عندنا البطاطس في الميه السخنه اللي بتغلي، كلام جميل. الصوص بقى حكايه وروايه زي ما حضراتكم كده شايفين، بقى العسل الابيض مع الصويا صوص مع التوم، ولو عايزه بقى تحط لها شويه ايه زنجبيل برضو تخلي الموضوع في حته تانيه خالص، يعني مسحه كده بسيطه. ده الصوص زي ما قدام حضراتكم، ونقوم واخدين اهوات البطاطس على طول ونقوم حاطينها هنا. ايه اللي خلاها متماسكه كده؟ النشا اللي احنا حطيناها ودي الذره الاصفر. طبق مقبلات عالمي. ماشي. بعد كده نديها بقى تقليبه كده، الله الله. بص البطاطس عامله ازاي، شكل البطاطس عامله ازاي، كفته 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 يا باشا. هقوم واخد البطاطس ديت، تمام. لا بجد والله تعجبكم قوي، لان السويت اند ساور طبعا زي ما انتم عارفين العسل الابيض